البحر يبتلع غطاسا قبلة شاطئ بيروت ويلفظ الآخر جثة هامدة. من هذا الرصيف في منطقة المنارة يتأمل كل من عبد الرحمن وخالد وعلي البحر الذي ابتلع اثنين من أصدقائهم أثناء ممارستهم لهواية الغوص، فما الذي حصل؟ كنت مع الله يرحمه علي مزيد بأول غطسة اللي هي كانت مساء الجمعة الساعة 9:10 تقريبا. نحن طلعنا من الدايفينج ما قدرنا نلاقيه على وجه المي. تاني يوم الصبح لبسنا الساعة 8:30 وقررنا ننزل على المي، ونزلنا على المي أربع شباب لنلاقي علي. فقدنا غطاس ثاني اللي كان معنا هو ربيع كاتبة. قرابة الثلاثة أيام مرت على غرق علي مزيد الذي لفظه البحر على بعد 5 كيلومترات وتحديداً أمام مرفأ بيروت، أما ربيع فلا يزال مفقوداً. في ضوء ما حصل تؤكد وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني أن إجراءات اتخذت فور تبلغها بالحادثة. استعملنا الروبوية اللي هي الكاميرا تحت الماء. هلأ نحن نهار الأربعاء إن الله راد مع مركز البحوث اللي هو رح يطلعوا بباخرة عليها كاميرا متطورة ممكن يتحدد مكانه وين، وساعتها نحن منقدر أنه نحدد المكان نكب ياطير وننزل نحن دغري على الهدف اللي هو تعلم مشان انتشار الجثة. فاجعة غرق الغواصين علي وربيع كبيرة، لا سيما أن الأخير لا يزال مفقوداً في عمق البحر، ولعل هذه الحادثة تدفع بمن يزاول هواية الغطس إلى المزيد من الحذر والوقاية واتباع التعليمات الأساسية.